فاكرين لما قلنا الريكتس اللي هي فين يا شباب؟ هو ايه؟ الكالسيوم ويقفل الاوستيوليك تيشو او الكولاجين او الاوستيوبلاست ما فيهاش حاجه، اتفقنا؟ الاوستيوبروزس عكس كده تماما. الاوستيوبروزس دي واحده ست عاده وكبيره، مش اطفال بقى وفيتامين دي وكلام من ده، لا، بس عندها العيب فين بقى يا ولاد؟ المصنع نفسه الاوستيوبلاست. تعالوا نقرا كده، اوستيوبروزس ديكريز ان بون ماس اللي هو الاوستيويد ماتريكس. اهو انا كتبت هنا المره اللي فاتت ماتريكس صح كده؟ يبقى الريكتس والاوستيوماليشيا الناحيه الاوستيوبروزس الناحيه دي، الست دي بتشرب لبن كويس وما عندهاش مشاكل في الكالسيوم خالص ولا الفوسفورس ولا اي حاجه، لكن عندها هنشوف اهو ديكريز البون ماس اللي هو الاوستيويد ماتريكس اند دنسيتي. البون بتاعها يقول لك قليل الكثافه. شايفين يا اولاد الماتريكس ده؟ شايفين الماتريكس اهو؟ ده الماتريكس، انا باجي على الماتريكس ده واصب جواه كالسيوم بالظبط كده، هو ده الماتريكس بتاع البون اللي انا بقوله اهو. الفراغات عامله زي بيوت النحله او النمله او كده، شوف هنا عامل ازاي؟ كثيف دنس، لكن هنا يقول لك هشاشه العظام. شوف يعني المنظر مهم جدا 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 من غير كلام. شوف ده كثيف وده، فبنقول ديكريز ان بون ماس اللي هو الاوستيويد ماتريكس اند دنسيتي ذا بون بيكمز بريتل. بريتل يعني فراجايل. بريتل يعني ايه؟ فراجايل. بط للاسف كومبليتلي كالسيفايد، انا ما عنديش مشاكل في الكالسيوم لكن هو بريتل. بريتل يعني فراجايل قابل للكسر. It results from decreased bone formation or increased bone resorption. طبعا البون فورميشن اللي هو الاوستيوبلاست، البون ريزوربشن اللي هو الاوستيوبلاست. Due to inadequate osteoblastic activity بلاقي البون ترابيكيلي. الترابيكيلي دي يا ولاد هي الاعشاش دي. الاعشاش اللي انت شايفها دي خلاص؟ دي كده بسميها ترابيكيلي. دوائر من البون بتبقى ايه يا ولاد؟ فين بون ترابيكيلي. يعني حتى تحت الـ تحت الميكروسكوب لو في رسمه للبون، قلناها المره اللي فاتت كان في صوره للبون تحت الميكروسكوب كده مش عارف ايوه، هي دي ترابيكلي، دي اسمها بون ترابيكلي. تلاقي فين؟ فين بون ترابيكلي؟ اتفقنا؟ يبقى لما برسم الرسمه دي واعرفها بعرف الفرق بين المرضين. اللي على اليمين ده الريكتس والاوستيو ماليشيا سواء اطفال ولا اللي على الشمال اوستيوبروزس بس، يعني هي الرسمه دي بتوضح كل حاجه. طيب تمام، نرجع تاني للاوستيوبروزس. بنقول اسباب الاوستيوبروزس ايه؟ طبعا الستات الكبار بقى وامهاتنا والناس الكبار شويه بعد ال 45 بالذات بعد المينوبوز هيسالوك ايه هشاشه العظام بتحصل منين؟ Advanced age نمره واحد، Advanced age especially women. ليه يا ولاد؟ الاستروجين كان بيشجع الاوستيوبلاست، كان بيشجعها عامل لها حمايه كده. طبعا الاستروجين بيقل مع الايدج فبيعمل ايه؟ بيعمل ما بيحميش الاوستيوبلاست وما بيشجعهاش. يبقى Advanced age especially women due to estrogen deficiency after menopause. فيتامين دي، يعني الفيتامين دي كانه هنا وهناك. الفيتامين دي كانه هنا وهناك. فيتامين دي ديفيشنسي اسوشيتد ويز، يعني كانه بيقول لك اسباب الفيتامين دي ديفيشنسي. الانكريز بي تي اتش الباراثيرويد هرمون، يعني تخيل واحد عنده الفيتامين دي قليل، يعني امتصاص الكالسيوم قليل، وكمان عنده البي تي اتش زايد. البي تي اتش ده كان بيحرك الكالسيوم من البون يرميه للدم، ده كده بقى اتلموا كلهم على العظم بقى. يعني الفيتامين دي اللي بيمتص لي كالسيوم مش موجود. البي تي اتش اللي بيمتص الكالسيوم من العظم ويرميه للدم كتير. فكده العمليه باظت خالص. يبقى فيتامين دي في دي ديفيشنسي سبيشالي اف اسوشيتد ويز انكريس بي تي اتش برودكشن. ليدنج تو بون ريزوربشن. فهمنا يا ولاد؟ الفيتامين دي كان بيمتص الكالسيوم من الانتستين والبي تي اتش بيحرك الكالسيوم من البون للبلط. ديزيز اوف بون، واحد عنده شلل اطفال، البوليو، البوليو مايلايتس وشلل بارابليجيا، حاجات ما بستخدمهاش.
تبص تلاقي كثافة العظم بغلان. عشان كده أول علاج للأوستيوبروسيس تنصح الفيميل بيشنت إنها تمشي تتمشى. مجرد الإكسرسايز يا ولاد المشي بيخلي البون هوميوستيزيس تبقى نورمال. اتفقنا؟ فهو بيقول لك أهو بوليومايلايتس شلل ما بحركش إيدي ولا رجلي، بارابليجيا شلل نصفي ما بحركش إيدي، تبص تلاقي العظم بتاعها بقى أقل. الكوشنج بتاع الكورتيزون يا ولاد، الهايبر بارا لانها بتعمل بي تي اتش كتير، الهايبر ثايرويديزم تي 3 وتي 4، كل دول ياخدوا من العظم وما يدلوش. دايابيتس، الكحول، مالي نوتريشن، وسموكينج. ده الاوستيوبروسس يا ولاد، موضوع يعني حيوي. الافكتس نمره واحد باثولوجيكال فراكشر، العظم فراجايل يتكسر بسرعه. نمره اثنين فيرتبرال كولابس. فيرتبرال كولابس يعني تخيل البيشنت وهي كبيره، ساعات قرايبنا بقى جدادنا وبتاع 70 سنه حاجه و70 تلاقي يقول لك زي ما تكون قصرت. فعلا يعني بيحصل كولابس للفيرتبري، فممكن يا ولاد فعلا تقصر ولو مني مترات، الهايت نفسه بيقل. خلاص؟ باك بين ديفورمتي اوف ذا فيرتبرال كولابس. Diminished height of the patients. يبقى باثولوجيكال فراكشر. يعني ايه كده باثولوجيكال فراكشر يا ولاد؟ بس الميديكال تيرمز كده باثولوجيكال فراكشر، فراكشر ديو تو ماينور تروما، فراكشر ديو تو ماينور تروما. هتقول لك ده انا اتكعبلت في المكتب وقعت بس 10 سم واحد بس رجلي اتكسرت. ودي بتحصل كتير في كبار السن يا ولاد، يا دوب يا دوب يا دوب ولو وقع، يعني مش محتاجه مثلا حادثه ولا محتاجه لك. واقل من كده، واقل من كده بس حسب ديجريز. تعالوا نشوف التيومرز اوف بون يا ولاد. الكلاسيفيكيشن عندنا ريدنج البناين هي والمالجنت ايه. خلاص ريدنج يعني ايه نعرفه بس، لكن تعالوا مع بعض نخش في اول تيومر عندنا وهي الاوستيوبلاستوما. اوستيوبلاستوما، الاوستيوبلاستوما دي يا ولاد زي ما احنا شايفين كده، او اسمها جوينت سيل تيومر، دي عندي في العملي اللي انا كنت بشوف بقع وقلت البقع دي جوينت سيل اجيبها لكم اهي، دي عندي في العملي اهي، عندي في العملي بس الصوره في العملي غير كده. رحنا المعمل ولا لسه؟ نروح. ها؟ نروح عشان لازم نروح. الاوستيوبلاستوما او جوينت سيل تيومر يا ولاد هي تيومر مش مقسمه بينان ولا مالجنت زي ما بنشوف دلوقتي، يعني في منها كده وفي منها كده وفي منها كده. زي ما قلنا في السيرس والميوسين السيستا دينوما اوف ذا اوفري، في منها ادينوما، في منها كارسينوما، في منها بوردر لاين. برضه الجاينت سيل تيومر اوف بون او الاوستيوبلاستوما برضه في منها بيناين وفي منها بوردر لاين وفي منها بيناين. هنشوف نقسمهم ازاي. الديفينيشن بيناين لوكالي اجريسيف، ولا هم قايلينها يا ولاد مالجنت ولا قال لك بيناين وسكت، قال لك ايه بيناين لكن لوكالي اجريسيف. شوف كانه بين الاثنين، بيناين لوكالي اجريسيف بون تيومر كاركترايز باي ذا بريزنس اوف مالتي نيوكليت جوينت سيلز. اهو عشان كده سميناها جوينت سيلز تيومر. بناين لوكالي اجريسيف بون تيومر كاركترايز باي ذا بريزنس اوف مالتي نيوكليتد جوينت سيلز. عشان كده سميتها اوستيوبلاستيك او اوستيوبلاستيك لاين سيلز. هي زي ما هنقول بعدين في منها بناين وفي منها مالجنا وفي منها بوردر لاين. واخد بالك ازاي؟ فالديفينيشن بتاعها ان هي بناين لكن ايه؟ الدمر اللي حواليها لايك مالجنا خلاص، فبتبقى بناين واجريسيف. وهنشوف اكتر توضيح اكتر بعد. الايدج يا اولاد الموست كومن ايدج من 20 ل 40 سنه، السايت بتاعها مهم. بيقول لك بتطلع في نهايات العظام الطويله اللي هي الابيفيسز،
تطلع في الإبيفيسس يا ولاد، ودي أماكن إم سي كيو كتير زي ما إحنا شايفين الرسمة، طلع في نهاية العظم، نهاية العظم اللي هو الإبيفيسس الهيد، مهمة كلمة إبيفيسس، وبتاخد سايتس معين يا ولاد، لور إند أوف فيمر بتقرب من الركبة، لور إند أوف فيمر، أبر إند أوف تيبيا بتقرب من الركبة، يا لور إند أوف فيمر أو أبر إند أوف تيبيا، أبر إند أوف هيومرس، لور إند أوف ريديوس، كأنها بتبعد عن الكوع عشان تحفظهم لأن السايت مهم، كأنها بتقرب من الركبة وبتبعد عن الكوع، يعني إيه تقرب من الركبة؟ لور إند أوف فيمر، أبر إند أوف تيبيا، وبتبعد عن الكوع يعني إيه؟ أبر إند أوف هيومرس. ده لازم تكسرها. خلاص سيبيهم. يبقى الانس اوف لونج بون اللي هو الابيفيسس عشان احفظهم يا اولاد اكتب كده اقرب من الني جوينت وابعد عن الالبو. اقرب من الني لور اند اوف فيمر ابر اند اوف تيبيا. ابعد عن الالبو يبقى ابر اند اوف هيومرس لور اند اوف ريتس. المورفيد اناتومي او الجروس. زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط اوفال او راوندد فليشي. كلمه فليشي يا اولاد يعني يكسر العظم ويديني ملمس سوفت زي المصل. كلمه فليشي او فليش يعني مصل. شايف انت النكروزس والهيموريج ما بقتش عظمه خالص، بقت عامله زي سوفت زي الايه المصل ريدش براون. الصوره زي ما هي بتتكلم. عندنا هيموريج، عندنا نيكروزس، عندنا سيست فورميشن. البون نتيجة التيومر دي بيبقى ديستروي ذا كورتكس، بيكسر الغلاف الخارجي للعظم ويخليه رفيع جدا، ريديوس يبقى رفيع. واحنا عارفين كل موضوع كده فيه كلمة تشبيه كده، لو عملت اكزامينيشن للعظمة وبمسكها من بره بتقطع، ما خلاص بقت ضعيفة جدا، فكامل لي صوت يا ولاد، اسمه ايه الصوت ده؟ ها؟ لا سيبك من دي، فين شيل، هنقول الصوت ده بعدين. فين شيل يعني بقت قشرة رفيعة زي قشرة البيضة رفيعة، فين شيل، قشرة رفيعة نتيجة إن البون بقى ديسترويد والكورتكس بقى رفيع. طبعا كلمة باثولوجيك فريكشر خلاص عرفناها. النقطة من أربعة بقى اللي بقول لك عليهم. بيدوا مثل ان التيومر عمل ديستراكشن للبون وكسرت الكورتكس من بره، فبقى البون ضعيف جدا. لما اجي احس من بره كانه العظم بيتقطع، بيعمل صوت طقطقه زي البيضه المسلوقه لما نخبطها بالاجناب كده وتعملها كده فتعمل ايه؟ كراكلينج، صوت كده ايه؟ طقطقه. كلمه كراكلينج يعني طقطقه. ايج شيل كراكلينج، تخيل العظم بقت عامله زي قشره البيضه، قشره البيضه ضعيفه. بالاكس راي يا اولاد، بالاكس راي لو افترضنا ان دي التيومر، انا هشاور كده من بعيد، دي التيومر خلاص. ايه الخطوط البيضاء دي؟ في الشر. لا خد بالك، اي حاجه بيضاء في الاكس راي هشوف دي، شوف الخطوط البيضاء دي، اي حاجه بيضاء في الاكس راي ده بون. فشل الابيض في الاكس راي ده بون، الغامق هو السوفت تيشو، يعني دي تيومر، دي تيومر، دي تيومر. الابيض ده هو البون اللي فاضل بعد ما التيومر اكلت البون او العظم. طب شوف دي تيومر، الخطوط الرفيعه جدا دي البون اللي فضل. نفس الكلام هنا، فبتديني منظر تقريبي اسمه صوت بابل زي رجاو الصابون يا ولاد. شايف الحته دي كده؟ الخطوط البيضاء الرفيعه ده اللي فضل من العظم، الاسود اللي ما بينهم او الاكبر شويه ده التيومر نفسها او هاني كامب اللي هو البيوت بتاعت النحل او اهو. شوفوا بقت عامله زي ما تكون اشكال سداسيه كده، شوف الشكل ده كده والشكل ده والشكل ده من البون اللي فضل مع
الايه؟ التيومر. الميكروسكوب عندي ثلاث انواع من الخلايا. الميكروسكوب ده بالظبط عندي منه في العمل، يعني كاني بذاكر هنا وهنا. الخلية الأولى يا أولاد المميزة اللي سميت التيومر على اسمها جارن سيل. جارن سيل، أنا قلت لكم إحنا بنشوف العملي عامل زي البقعة، لكن لما تركز جواها تلاقيها مالتي نيوكليار، دي بسميها جارن سيل. أهي. أو يعني كانوا بيقولوا إنها ممكن تكون أوستيوكلاست إن أوريجن، ولسه لغاية دلوقتي بيقولوا. دي نمرة اتنين يا أولاد، نمرة اتنين. Large multinucleated giant cell of osteoclastic type up to 50 nuclei. اشمعنى يعني up to 50 nuclei؟ عندي امراض اخرى في العظم تجيب giant cell بس تلاقي فيها 5 nuclei 7 nuclei مش كتير قوي خلاص؟ يعني شوف هنا النيوكليا فعلا ما بتعدش 50 يعني هنا انا ما اقدرش اعدها هنا نفس الكلام لكن ساعات الاقي جوينت سيل من بتوعنا بتوع الانفلاميشن فعشان كده بيقول لك النمبر هنا يهم لارج مالتي نيوكليت جوينت سيل اوف اوستيوبلاستيك تايب كونتين اب تو 50 نيوكليي اند ذا نيوكليولاي ار بروميننت خدناها قبل كده كتير دي بروميننت يعني واضحه خلاص نيوكليولاي ار بروميننت عندي بقى نرجع لنمره واحد الاستروما اللي هي بين بقى الخلايا الكبيره دي بين الخلايا الكبيره وبعضها في دلوقتي يا اولاد احدث حاجه بتتقال بقى ان هو اللي بين الخلايا الكبيره ده هو ده المالجنت مش الخلايا الكبيره هي المالجنت اللي بين الخلايا ده الخلايا دي الصغيره دي هي دي المالجنت بتاعت الاوستيوبلاستوما يعني ما تتفاجئش ويبقى الجاينت سيل هي بقى السرطان وبتاع لا ده احنا هنشوف كمان في الجريد ان كل ما الجاينت سيل زادت كل ما تبقى الخليه مور او التيومر مور بناين هنشوف دلوقتي فبنقول نمره واحد اوفر اور سبندد سترومال سيلز هي دي النيوبلاستيك سيلز يا اولاد وربما تكون طالعه من الميزنكايمال الميزنكايمال يعني كونكتيف تيشو في البول مارو يبقى المالجنت كومبوننت بتاع الجاينت سيل تيومر مش الجاينت سيل الاسترومال سيلز اللي هي الاوفر اور سبندل معلومه مهمه جدا على فكره. منشا الخليه دي الخلايا المالجنت دي ممكن تكون الكونكتيف تيشو ستيم سيلز في البول مارو. نمره ثلاثه هيستيوسايت والنيوكلاي بتاعتها سيميلر للجاينت سيل. يبقى انا عندي هنا ثلاث انواع من الخلايا بيشكلوا لي الورم ده. اوفال اور سبندل سترومال سيلز اللي انا بخاف منها وبعتبرها المالجنت كومبوننت. لارج مالتي نيوكليت جوينت سيل اب تو 50 نيوكليي ودي انا ما بخافش منها تعتبر بالعكس كل ما تزيد احسن. النوع الثالث برضه ما بخافش منه هيستيوسايت، هيستيوسايت زي الماكروفيج كده والخلايا بتاعتها تشبه الخلايا بتاعت الجوينت. تعال نقول الجريد احنا قلنا في الاول الجوينت سيل تيومر ما عرفوش يقسموها. هل بناين؟ هل مالجنت؟ هل اتنين؟ ما مش بعرف يا ولاد، على فكرة عندنا تيومرز كتير في جسمي كده، معظم أورام المخ كده. يعني نفس الاسم، ما بقولش بناين كذا ومالجنت كذا، نفس الاسم ممكن يبقى بناين، ممكن يبقى مالجنت، ممكن يبقى بوردر لاين، على حسب إيه؟ السايز بتاعه قد إيه؟ في نيكروزس تحت الميكروسكوب ولا لأ؟ عمل ميتاستاسيس ولا لأ؟ يعني في أورام كتير كده. جريد 1 خد بالك بقى. السترومال سيلز فيومايوزس والجاينت سيل كتير نيومرس يبقى معناها ان كل ما الجاينت سيل تزيد التيومر تبقى افضل تيومر افضل لو انت بس خدت الكي وورد دي مني هتعرف تالف الثلاث انواع طب جريد 2 الاثنين بقى السترومال سيلز اللي بخاف منها ابتدى يبقى فيها مايوزس اكتر والجاينت سيل عددهم بقى قليل امسك بس اول خيط كل ما الجاينت سيل تزيد دي بناين كل ما الايه يا ولاد؟ الجاينت سيل تزيد جريد 3 بقى جريد 2 بسميه انترميديت او بوردر لاين زي ما كنت بقول في الاوفري بالظبط جريد 3 سترومال سيلز مليانه مايتوزس والجاينت سيل قليله قوي 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 ودي الموست مالجنت والموست اجريسيف
تعالوا بقى للاوستيوساركوما. طبعا الاوستيوساركوما يعني دكتور ازاي افرق بينها وبين الفيشر في الاكس راي عادي؟ يعني مش هعرف هيجي لي واحد عنده 25 لا انت يعني لو اول هيستوري لحاجه ان مثلا ده واحد جاي لك في حادثه او واحد جاي لك في خطا او 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 تاني حاجه الفيشر واحد لكن دي هتلاقي احنا شفنا كذا خط يعني مش معقول ايه العظمه نفسها اتخططت كده ده كذا واحد الاوستيوساركوما يا اولاد انا عندي ثلاث اورام في الجسم العيان ما بيكملش بعديها يعني عارف الافلام كده لما يقول لك ست اشهر وسنه وبتاع من اسوء ثلاث اورام نلاقيهم يا ولاد وخدنا جزء منهم اللنج كانسرو كارسينوما اللي هي البرونكوجين كارسينوما النفس الريسبيراتوري فيري فيري بور بروجنوزس الحقيقه يعني فعلا المريض ممكن يعني تقول لاهله ان ده يعني طالما ملوش حل اللنج كارسينوما الهيباتوسيلولر اللي هي الليفر اسمها هيباتوسيلولر او نخليها ليفر كارسينوما فعلا يا اولاد المرضى دول يعني والاوستيو ساركوما اوستيو طبعا يعني في فاريابيلتي وفي علاج يتقدم وفي نكتشفها امتى وفي 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 لكن في حاجات فيري جود بروجنوزس يعني ما عادتش الستات بتموت من الكانسر بريست دلوقتي ما عادش الرجاله او الستات بيموتوا من الكانسر كولون فيري جود بروجنوزس ده ممكن تلاقي عيله كلها عامله كانسر كولون على فكره كلها ممكن تلاقي الكانسر بريست 10 سنين 15 سنه 20 سنه مفيش اي مشكله خلاص يعني في حاجات يعني ما بقيت بس يعني هي الفكره انه راح عمل عمليه او خد كيموثيرابي مره في حياته او بتاع لكن ما فيهاش مشكله لكن الاورام دي بتبقى البروجنوز بتاعها فيري فيري بور وباد بروجنوز ايه هي الاوستيوساركوما دي يا اولاد؟ هتلاقي بقى ضمنا في ديفرنس واحنا ماشيين ما بينها وبين الاوستيوكلاستوما اجريسيف مالجنت تيومر يبقى احنا هناك قلنا ايه؟ بيناين لوكالي اجريسيف هنا من الاول بيقول لك اجريسيف مالجنت مفيش منها انواع طالعه من الاوستيوبلاست هناك كنا شاكين ان الجاينت سيل ليها اوستيوبلاست اوريجين كل كلمه هنا في ديفرنس الاوستيوبلاست دي مع انها اتجننت وبقت مالجنت الا انها بتعمل اللي بتعمله اختها البيناين اوستيويد بس هنا بسميه مالجنت مش احنا قلنا الاوستيويد ده اللي هو الماتريكس بيتعمل بالاوستيوبلاست اهي برضه لما بتقلب مالجنت وتبقى مالجنت اوستيوبلاست بتفضل تعمل اوستيويد تمام يبقى اجريسيف مالجنت طالعه من الاوستيوبلاست بتعمل اوستيويد زي البناين بتاعتها وهي اشهر ورم برايمري مالجنت جوه اشهر واحده طبعا الاوستيوساركوما تطلع في سن شباب 18 20 22 16 دي ساركوما يا شباب دي ساركوما ساركوما بتطلع في اليانج ايج مش ال 45 وال 50 بتوع الكارسينوما ساركوما دي يانج ايج افتكر مريضه كانت يعني معرفنا اشتكت من العظم بيوجع يعني كانت يمكن تيبيا او حاجه العظم بيألم او الم في العظم في السن بتاع 10 12 سنه دايما روماتيك ده سن الحمى الروماتيزميه بتاعت الليوز وكذا مره تروح لدكتور ودي حمى روماتيزميه ويدي مضاد حيوي ويدي مسكنات وبتاع وبعدين طلعت اوستيوساركوما يعني واخد بالك يعني انت لما حد بيجي لك ويشتكي بركبه في السن ده 12 سنه 13 سنه على طول بتقول روماتيك يعني طلعت اوستيوساركوما زي ما البري ديسبوزنج فاكتورز الكومن ايج من 10 ل 25 وفي الولاد او الرجاله عندي بيناين تيومر ممكن تؤدي اوستيوكوندروماتوزيس او كوندروماتوزيس دي للمرضين دول عباره عن ان المريض عنده مالتيبل كوندروما يعني ورم حميد في الكارتلج كتير اوزيس يعني كتير يا اولاد اوستيوكوندروماتوزيس كذا واحده يعني او كوندروما بس كتير فبقول كوندروماتوزيس الفاشل ديزيز ده مهم جدا جدا لسبب
طبعا احنا خدنا الكلاسيفيكيشن اوف كانسر ريسك وقلت لكم ريدنج. افكركم بس بحاجه، في عامل اسمه باجيت، ده اسم عالم يا اولاد. اسمه باجيت. العالم ده الحقيقه كان من علماء الباثولوجي يعني المشهورين قوي. باجيت ده اكتشف حاجه في البريست واكتشف حاجه في البون، خدوا بالكم من المعلومه دي. يعني يروح يدور في المذكره بتاعت الفيميل الكلاسيفيكيشن بتاعت البريست كارسينوما هيلاقي اخر واحده اسمها باجيت ديزيز. باجيت اسم الراجل اهو باجيت، واسمه ديزيز على فكره. خدوا بالك من اسم ديزيز من الخدعه اللي بتيجي في الام سي كيو دي، اسمه باجيت ديزيز. الباجيت ديزيز ده انفيزيف دكت كارسينوما، هو نوع من انواع الانفيزيف دكت كارسينوما، ومع ذلك فضل اسمه ديزيز وكملوا على انه ديزيز. هو مش ديزيز خالص، هو نوع من انواع انفيزيف دكت كارسينوما. يعني لما اقول لك باجيت ديزيز اوف ذا بريست انفيزيف دكت كارسينوما، بس هي ليها سبع ثمان انواع. لكن في البون يا ولاد باجيت ديزيز ده فضل ديزيز زي ما هو. باجيت ديزيز هنقراه حالا. هو فعلا ديزيز. كون ان هو ريسك فاكتور مش ما يعنيش ان اوستيوساركوما مثلا، هو ماشي موافق انه ريسك فاكتور. لكن في البريست مش ريسك فاكتور. في البريست في ذا تايب اوف انفيزيف دكت كارسينوما، نوع من انواع بس اسمه كده باجيت ديزيز. ايه بقى الباجيت ديزيز في العظم يا اولاد؟ اكسسيف بون بريك داون. واحد مره واحده صحي الصبح كده، واخد بالك ازاي؟ لقى عنده مرض في العظم. المرض ده بيعمل حاجه غريبه قوي، الاوستيوكلاست تشتغل جامد قوي قوي قوي. لغايه دلوقتي على فكره يا ولاد مش عارفين سببه ايه، فيروس اوتو اميون، مش عارفين الباشنت ديزيز ده سببه ايه. مره واحده الاوستيوكلاست تشتغل جامد قوي فتعمل بون بريك داون، تقف. الاوستيوبلاست تشتغل جامد قوي فتعمل نيو بون فورميشن، بس تعمله ديس اورجانيزد. تخيل الديزيز دي تو فيزز، فيز ياكل في العظم، اوستيوبلاست تشتغل جامد قوي تعمل باثولوجيكال فراكشر و تقف. الاوستيوبلاست تشتغل بس تشتغل ايه؟ ديس اورجانيزد. تلاقي العظم يا اولاد العظمه الواحده اذا حصل في عظمه واحده فيها بون حديث لسه معمول نيو بون، وفي اثار لبون متاكل، وفي نفس الكلام. دكتور في الحاله دي انا بخاف من الامبوليزم. من الامبوليزم؟ لا فات امبوليزم. لا الباجيت ديزيز بخاف منه ان هو ريسك فاكتور للاوستيوساركوما، وبخاف منه في مرحله الاوستيوبلاست ان البون تتكسر. خلاص؟ فبيقول يا ولاد انت قصدك فات امبوليزم يعني؟ ممكن. فات امبوليزم البون مر لو العظمه اتكسرت. فاشل ديزيز اكسسيف بون بريك داون فولود باي فورميشن اوف نيو بس ديس اورجانيزد بون ليدنج تو بين اند فراكشر كوزد باي فيروس. بس لازم يكون الشخص جينيتيكالي بريدسبوز، مش اي واحد، مش كل اللي يجيله الفيروس ده، لازم يكون في جين بايظ عنده. برضه عندي مرض اسمه فايبرس ديسبليزيا اب نورمال بون جروث وير نورمال بون از اهو، ده برضه نفس الحكايه. واحد كده مرة واحدة قال لك أنا كتفي بيوجعني، العضلة الهيومرس بتوجع، ياخدوا منها عينة اللي هو فايبرس تيشو، يا نهار البون يتحول لفايبرس تيشو، اسمه إيه؟ فايبرس ديسبليزيا. الحاجات دي أمراض يا شباب، أمراض لكن بتعتبر ريسك فاكتور. عندي البون انفاركشن، عندي بريفيوس راديشن، الراديشن طبعا عملت لي جميع أنواع الكانسر لغاية دلوقتي. يبقى الإيدج مهم، مالتيبل اوستيوكوندروما او مالتيبل كوندروما، الباشن ديزيز اللي قلنا تو فيزز، الفايبرس ديسبليزيا اللي البون تحول لفايبرس تيشو كده واحنا مش عارفين، الانفاركشن والراديشن. هنا بقى السايت نرجع تاني للمقارنه في التيومر اللي قبل كده قلنا ايبيفيسز، هنا ميتافيسز. طبعا الصوره اللي عندنا هنا مش معبره قوي واخده كله، لكن هي اكيد 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 بدات هنا يعني الميتافيسيس. قبل خلاص الاوستيوكلاستوما كانت بتبدا هنا في الايبيفيسيس، واحده ايبيفيسيس واحده ميتافيسيس، واحده اوستيوكلاست واحده اوستيوبلاست.
واحده benign locally aggressive، الثانيه most common malignant tumor. في الاكس راي هنا قلنا ايه؟ في الاكس راي لو تفتكروا الهاري كامب او سوبابل، خلاص؟ ادي الاوستيويد اللي التيومر بتعمله، تعمل الفتحات اللي شفناها في الاوستيوبروزس كده. فاهو شوف بتحط اوستيويد مالجنان تيومر، بتحط اوستيويد. تعال نقول بقى نوعها بالراديولوجي. انا عندي نوعين من انواع الاوستيوساركوما يا ولاد. في اوستيوساركوما يعني مش عايز اقول كويسه، هو النوعين زي الزفت. بس في اوستيو ساركوما تحط عظم، يعني مش احنا قلنا ان هي بتحط مالجنان الاوستيويد تحط عظم يا ولاد، يعني هي مالجنان اوستيو بلاست فتعمل عظم. وفي نوع تاكل بس ما تحطش حاجه، فهو بيقول لك ايه بقى؟ اوستيو بلاستيك. اوستيو بلاستيك يعني تعمل نيو بون. فالنيو بون يا ولاد ياخد شكلين، شايف المثلث ده؟ التيومر عملت نيو بون، رفع البري اوستيوم وعمل مثلث. البون ده يا ولاد غريب، البون ده المثلث ده غريب ما كانش موجود. التيومر مع انها اوستيوساركوما ومالجنت حط البون اوستيوبلاستيك اهو. شوف المثلث ده بسميه ايه المثلث ده يا ولاد؟ بسميه كود بانس تراينجل. ده عباره عن مع انه نيو بلاستيك بون، انا بون مش عايزه، ده بون مالجنت. جنكشن بتوين التيومر اند البري اوستيوم. طب وهو نفس الكلام، اعمل اكس راي واحد الاقي عنده مثلث كده بره، مش حلو. ايه طيب ايه النوع الاولاني اللي هو سان ريز؟ اهي برضو شوف نيو بون عامل زي الاشعه كده طالع من التيومر، بسميها سان ريز. وزي ما قلنا هي بول بروجنوزس، يعني مش هاهمني اكتر من كده، هاهمني ان انا اشيل العظمه نفسها. هنا برضه يا اولاد بس هنا اوضح، سان ريز او سان بيرست، اشعاع الشمس وهو يعني لسه ده كله بيتشال صح؟ ايه؟ بيتشال. ما احنا كده كده هنشيل العظمه المصابه بالاوستيوساركوما، لكن عاده يا اولاد انا قلت ليه ان هي بول بروجنوزس؟ عاده في لحظه لما المريض بيكتشف بتكون راحت للنج، راحت للبرين عادة. يا دكتور لو اكتشف بدري العلاج البتر. اصل ما تنساش ان هي طالعه جنب البون مارو، والبون مارو هاي فاسكولار. النوع بقى الثاني يا ولاد، النوع الثاني ما بيعملش عظم، ولا هيعمل لي سان ريز ولا هيعمل لي كودمان، ده هياكل في العظم اهو. المنطقه السوداء دي يا ولاد دي بسميها اوستيوليتك. انا قلت الحاجات اللي بتبان لونها ابيض دي عظم، حاجات لونها اسود سوفت تيشو، عشان كده السكيلتون اللي بيبان، انا لما بتصور السكيلتون يبان لانه عظم. فدي بص بقى يبقى في واحده اوستيوبلاستيك حطت لي ابنورمال بون، بون مش حابه انا، حطيته بطريقتين، يا اما عملت لي سان ريز يا اما عملت لي كود مانز تراينجل. الثانيه اوستيوليتك كلت، كلت العظم ما بتحطش عظم. ريديولوسنت، يعني ايه ريديولوسنت يا ولاد؟ لا تظهر في الاشعه، يعني ما حطتش عظم، فمين اللي هيظهر؟ ما حطتش حاجه، هو العظم هو اللي بيظهر عشان ابيض، هي ما حطتش عظم. فكلمه ريديولوسنت يعني لا تظهر في الاشعه العاديه اكس راي، ما هي فعلا مش ظاهره، انا شايف حته سودا خالص. بص تاني يا ولاد اهي، سان ريز، كودمان ترينجل، دول هنشوفهم في الميكروسكوب حالا، وهي اوستيوساركوما اهي، ميتافيسيس، ان كونتراست للاوستيوبلاستوما اللي كانت بتاخد نهايه العرض ميتافيسيس. ناخد بالنا من الايه؟ تعالوا نشوف البروس. لارج ماس اكستندد سوفت تيشو، شايفين انتوا الحته دي؟ طبعا الحته دي ممكن تكون مصل، ممكن تكون تندون، اي حاجه، يعني العظمه ما بتقفش على البون، تطلع لبره يمين شمال ركبه، اي حاجه ممكن تطلع للجلد.
يبقى large mass extending in soft tissue. tumor soft fleshy. هنا بقى fleshy or gritty. gritty ده بتاع breast. فعلى حسب لو هي من نوع الاوستيوليتك اللي ما بيحطليش عظم هتبقى soft وfleshy. لو هي حطت عظم هتبقى ناشفه gritty. خلاص يا ولاد depend on the amount of osteoid. يعني كانه بيقول لك اللي هي اوستيوليتك اللي بتاكل في العظم بس دي بتبقى اكيد من نوع الفليش طريه زي المصل. لو كانت بتحط عظم اللي هي الاوستيوبلاستيك هتبقى جريتي. جريتي يعني خشن او قوي او قاسي. لونها تان وايت. تان اللي هو اللون اللايت براون. تان يا اولاد اللي هو الايه؟ اللايت براون. تان اللي هو لون صدى الحديد. لون تان لايت براون. contains area of hemorrhage necrosis نفس الدباجة بتاعتنا. هنا الهيمورج واضح جدا في التيومر نفسها. بالميكروسكوب malignant osteoblast. malignant osteoblast اهي. ساعات بلاقي بقى خلايا عارف المونستر اللي هو تلاقيه بعين واحده كده ومش عارف ايه. خلايا بقى تلاقيها كبيره قوي شكلها غريب قوي بسميها بيزار. الخليه دي مثلا شوف قد ايه بيزار. بيزار صابرين. بص الخليه دي وفيها باكيول من جوه عامل زي العين كده. بص ادي خليه واحده دي. الخلايا الغريبه الخلايا الغريبه شوف الخليه دي مفيش منظر ثابت. في خلايا كبيرة وغريبة بسميها بيزار جوينت سيلز اند تيبيكال مايكروسيس. دي سبريد دايركت بلاد ايرلي ايرلي بلاد يا شباب وليمفاتيك ما بيحصلش. وجود الليمفاتيك في البون عليه على بس في الكامل. يعني هل البون فيه ليمفا اصلا ولا لا؟ لا يا بس الكوندروساركوما هيلينج ريدنج فور ريدنج ولا ريدنج فور ام سي كيو؟ خلاص ريدنج فور ام سي كيو. هناخد الروماتويد الجاوت يا اولاد الاخير ريدنج اللي في اخر صفحه. فهنخلص الروماتويد دلوقتي. الجاوت ريدنج. الجاوت ريدنج. ما انا بيجي كتير على فكره في ال والكوندروساركوما. لا انا هقراها انا هقراها. روماتيك لا ده مش روماتيك ده روماتويد. الروماتويد يا ولاد فيري امبورتنت. الروماتويد اللي هاخده دلوقتي فيري امبورتنت. كل كلمه في الروماتويد فيفر روماتويد ارترايتس مهمه. كل كلمه مهمه. ركزوا معايا يا شباب. اولا هو كرونيك سيستميك. شايفين اللي على الشمال دي بنت وهو اكتر في البنات بكتير ممكن يوصل لتسعه الى واحد. طبعا دي ايرلي ستيج ودي ادفانسد ستيج خالص بقى مشوهه. الروماتويد عكس الروماتيك. الحمى الروماتيزميه بتاعت اللوز لارج جوينت. الطفل يشتكي من كعب رجليه من ركبته من الشولدر لكن دي دايما سمول جوينتس. كرونيك سيستميك. سيستميك يعني ايه؟ مش بيأثر على البون بس ولا الجوينتس بس ده كل حاجه في الجسم. اوتو ميون كانوا زمان يسموه كونكتيف تيشو ديزيز. principally causes non-suppurative. مفيش تصاديم ولا بكتيريا ولا الهواء ولا نيوتروفيل ولا اي حاجه. slowly progressive disease small joints. في محطات اوتو اميون محطه. non-suppurative مهمه. small joints مهمه. الهاند والفيت اكتر حاجه وبيأثر على بقيه الجسم. agent 6 3 times more inflamed up to 9 times مور انفيميت. يجي للناس اللي صغيره في السن 25 ل 50 صغيرين. السايت ساينوفيال جوينت. ساينوفيال يا اولاد او ساينوفيال جوينت هو الغشاء اللي بيبطن الجوينتس بسميه ساينوفيال ممبرين او ساينوفيال جوينت. ده الساينوفيال ده الاحمر ده ممبرين بيغطي الكبسول بتاع الجوينت من جوه. هو التارجت الانتي بودي الابنورمال بيستنى المنطقه دي يضربها.
abnormal antibody او abnormal immune T lymphocyte على حسب بقى antibody ولا T بتارجت الحته دي السينوفيال ميمبرين والسينوفيال ابيثيليوم و و و فبنقول 3 times more in female الكونست ايج 25 to 50 synovial joints of hand and feet ما ياخدش اللارج خالص ما فيش واحدة تشتكي بركبها أو الشولدر يبقى روماتويد ده يبقى اسمه ها روماتيزم خدوا بالكم يا أولاد اللي عند أهلنا الكبار في السن المليانين ده بسميه أوستيوبوروزس اللي هو يعني تآكل الكارتلج اللي ما بين الجوينتس وبعضها لكن الروماتويد صغيرين في السن إيدين أكتر حاجة بكتير قوي 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 السيرفايكال فيرتيجو بكبير قوي ايه اللي حصل بقى الايتيولوجي طبعا دي لغايه دلوقتي ثيوريز انا مش واثق في عندي روماتويد فاكتور ابنورمال انتي بودي ابنورمال انتي بودي من النوع الاي جي ام او الاي جي جي اجينست الجوينت كومبوننت مينلي الساينوفيال يعني لما بتجيلي بنت او ست ومشتبه كده فبقول لها اعملي حاجه اسمها روماتويد فاكتور روماتويد فاكتور الاي جي جي او الاي جي ام بسميهم اسم تاني روماتويد فاكتور هتتقال بعد شويه في عندي جينيتك بريدسبوزيشن اي حاجه في الدنيا لازم المريض يكون عنده استعداد في الوراثه ميجور هيستو كومبيتيبلتي انتيجين اتش ال اي دي ار بي 1 سموكينج من الحاجات الحديثه اللي قالوا عليها الشاين بار فيروس الحاجات الحديثه الهيومن هيربس دي كلها حاجات يا اولاد ايه ما كانوش بيقولوها زمان زمان بس كنا نقول اوتو ميون اللي مش معروف السبب دلوقتي السموكينج داخل الفيروس داخل اثنين فيروس شتاين بار وهيومن هيربس فايروس الكورس اوف ذا ديزيز طبعا هو لما بيجي السؤال بيتكتب الروماتويد كله يعني عاده بيقول لك باثولوجي اوف باثوجينيسيس ريبيتد المريضه ممكن تجي لك تقول لك ما عنديش اي حاجه انا خفيت عشان كده برضه بيطول العلاج ريلابس اند ريميشن تمر فترات مريضه جدا وتمر فترات سليمه خلاص مش على طول عيانه يا ولاد على فكره معظم الاوتو اميون كده يبقى بنقول ريبيتد ريلابس اند ريميشن ريلابس يعني يعود مره اخرى المرض ريميشن يعني يختفي لكن في النهايه بيقفل الجوينت بفايبرس تيشو وفي النهايه بيقفل الجوينت خالص ببون بسميه فايبرس وبعدين بوني انكيلوزس كلمة انكيلوزس يعني ايه يا ولاد؟ لوك جوينت كأنك قفلت المفصل لوك جوينت بس لوك بايه؟ بفايروس ولا بون؟ ده وبعدين ده ده وده بيدخل المرض مني فيزس الفيز الاولاني بيحصل نون سبيسيفيك انفلاميشن اسمه انيشيشن فيز نون سبيسيفيك انفلاميشن وخلاص اي خلايا او اي الفيز الثاني امبليفيكيشن يحصل تي سيل تي سيل اكتيفيشن سايتو توكسينز والسايتوكاينز وال نمره ثلاثه كرونيك انفلاماتوري فيز يعمل تيشو انجري اكتر الميديتورز المتهمه في التيشو انجري او السايتوكاينز انترلوكين 1 انترلوكين 6 وتيومر من جوز فاكتور اللي هو تي ان تي ان اف يا ولاد يعني تيومر من جوز فاكتور تعالوا نشوف ال الباثولوجيكال ليجن يعني اللي احنا قريناه ده كان الفورس اوف ذا ديزيزز انيشيشن فيز امبليكيشن فيز وكرونيك انفلاماتوري فيز اول حاجه بتحصل في المرض يا ولاد اكيوت سينوفايتس الباثولوجيكال ليجنز هي الاهم هي الاهم في السؤال يعني لو عايز تركز في السؤال على ايه الديفينيشن مهم
ديفينيشن مهم والباثولوجيكال ليجنز. ديفينيشن والباثولوجيكال ليجنز. خلاص؟ عملتها زي دي. أول حاجة بتحصل إحنا قلنا الساينوفيوم ده اللي هو الممبرين اللي لاين الجوينت. بيحصل فيه أكيوت ساينوفايتس. الساينوفيوم الممبرين يبقى كونجستد وإديما. بيحصل هايبر بليسيا للساينوفيوم الإبيثيليوم فيعمل فيلاي. فيلاي زي بابيلي كده. الإنفلاماتوري سيلز هنا معظمها ماكروفيج ليمفوسايت بلازما سيلز. مشهور الساينوفيوم انه يتحط فايبرين تلاقيها عايمه جوه الجوينت سبيس وينتهي الحال بفايبروزس. ده اول حاجه يا ولاد. يبقى اكيوت ساينوفايتس الجوينت لونه احمر، الم في إديمة. لو جات لك في المرحله دي ساينوفيوم ممبرين كونجستد وإديماتس الجوينت نفسه وارد. هايبر بليزيا للساينوفيوم سيلز وتعمل في اللاي. الانفلاماتوري سيلز اللي هي عملت السيتوكاينز اللي عملي اصلا المرض ليمفوسايت وماكروفيج وبلازما وفايبرين وفايبروسس. الساينوفيال فلويد اخباره ايه؟ اللي جوه الجوينت انكريز وفي فايبرين كتير وبي انهيل كتير. الكارتلج بقى اخباره ايه؟ ركز في الصوره دي كده. الكارتلج احنا عندنا هنا شايف الكارتلج يا ولاد اللي هو اصفر الابيض ده والابيض ده هو الكارتلج. ركز دي نورمال. في كارتلج اهو فوق العظمه دي وفي كارتلج اهو فوق العظمه دي. انا عندي القصه كلها بتحصل جوه هنا. ده الساينوفيوم فلويد اللي لونه بينك وده الساينوفيوم اصلا. طب ايه رايك في الكارتلج هنا؟ التاكل من هنا خالص مش موجود. شوف هنا كان داير كل دي موجوده كارتلج هنا. بص للصوره دي مش فاضل منه غير ده. الكارتج التاكي يا ولاد. وده كله ده كله ده كله مش فاضل منه غير دي. مين اللي كان الكارتج بقى؟ ما هو يحصل تشوه والكارتج هيروح. مين اللي كان الكارتج؟ بيقول لك Articular cartilage is attacked by فاسكولار جرانيوليشن. مش موجود ده. جرانيوليشن تيشو من الساينوفيال ممبرين بيهاجم الكارتلج. بسمي الجرانيوليشن تيشو اللي هاجم الكارتلج كلمه مهمه جدا. فانس. فانس. ايوه زي انس كده. لا انا بحب اكل الكارتلج قوي. which leads to the structure of articular cartilage and replacement by fibrous tissue. الانفلاميشن حصل في الساينوفيوم يا ولاد امتد منه جرانيوليشن تيشو عمل انفيجن للكارتلج دمر الكارتلج. اتفقنا؟ وفي الاخر الكارتلج بقى فايبرس. البيري ارتيكولار تيشو ليجامنتس التندونز نفس الكلام يحصل فيها انفلاميشن وينتهي الحال بيها الفايبروزس. فايبروزس الليجامنتس اللي ماشيه الجوينت يعمل لي سبلكسيشن. سبلكسيشن يعني ليونه الجوينت يبقى لين وديفورمتي تشوه في الجوينت. موضوع مهم يا ولاد. موضوع مهم. الكومبليكيشنز مهمه. قلنا ديفينيشن والباثولوجيكال ليجن والكومبليكيشن ديفورمتي سكندري اميلويدوز ايده في حتت كتير وفاسكولايتس اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن ريدنج 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 خلاص ريدنج فور ام سي كيو ريدنج فور ام سي كيو هقول عليه كلمتين بس. شوفوا هنا يا ولاد في الروماتويد هو ده القنص اللي انا بقول عليه. ده الكارتج اتاك باي جرانيوليشن تيشو. ده الكارتج يا ولاد. الجرانيوليشن تيشو اللي عمل تاكل الكارتج ده هو اللي نسميه فانس. حاجه حلوه مش عارف ايه المورف نيوكليا بتاكل عظم. بتاكل عظم بدل ما اكل عظم كارتج. ده الجوت يا ولاد.
يعني تعرفت معاه ممكن حد يسألك ولا حاجة اللي هو النقرس الجو اللي هو النقرس الصباع الكبير أكبر صباع بيأثر أيوة يوريك أسد ديبوزيشن هو ده الجو يوريك أسد كريستالز كريستالات اليوريك أسد بترصب وده ميتابوليك ديزيز يترصب ويعمل انفلاميشن واكثر جوينت بيتاثر هو الميت دكتور ده بعد ايه حله يعني لما الجوت؟ مش حل قوي انتي انفلاماتوري مسجلات يقلل ياكل بروتين طب يا دكتور المنظر ده لانه اليوريك اسيد بريك داون من البروتين طب دكتور المنظر ده يعني يتقلل البروتين عالي يعني ولا ايه؟ المنظر ده بتديله انتي انفلاماتوري هو هنا الصباع فيه ايديما وفي بتديله انتي انفلاماتوري بتديله انتي بيوتيك لو في سكندري انفكشن واخد بالك ازاي والالسر اللي عامل ده او كده بيقل مع الوقت لكن اهم حاجه البروتين يقل خالص كانوا زمان بيتهموا البروتين حيواني بس لحمه وبتاع دلوقتي البروتين عموما طيب هناخد عمل يا ولاد دكتور هو ملوش دعوه بالفيتامين